شفت المدرسة الحكومية؟ أي شفتها امبارح، شفت الأطفال اللي قتلوا فيها؟ أي شفتهم كتير أعلى من المنظر هون. مين اللي قتلهم؟ قتلهم بشار والناس السوريين القاعدين في بيوتهم وساكتين، شايفين عم نتقتل وساكتين، ما بعرف ليش ساكتين، مدري لخونهم مدري لخوف، بس بحب كل هون يوم عم بيقتلنا وبكره جايهم الدور إذا رح يضلوا ساكتين. شفت الأطفال اللي حولي؟ طلعوا على التلفزيون بس ما حسن نشوفهم لأن منظرهم كتير أزمة. مين اللي قتلهم؟ بشار المسلمين الساكتين، لبشار وهو عم بيقتل المسلمين ونساء المسلمين واطفال المسلمين وما هن عم يعملوا شيء. خايفين بشار؟ لا ما انا خايفه، بطلنا نخاف منه، بشار ما بخوف غير جبناء. انا ما بعرف في السياسه مثل الكبار، بس انا بعرف شان اذا في كلب مسعود العلماء بتقتله، بس بشار ليش تاكلوا لهلا؟ انت بتخاف من بشار؟ لا ابدا ما خوف. انا حزنت وكثير كثير كثير تاثرت وتخيلت لو انا محل هدول كيف كان شعور امي وكيف كيف رح تحس. شو رساله توجهها للعالم؟ قول للعالم انه هلا اذا ما خلصونا من بشار رح يقتل كل اطفال سوريا ورح يهدي مستقبل سوريا. ايش شفت الاطفال اللي كنت في حولي؟ مين بدي اقتلهم؟ بشار. خايفين من بشار؟ لا. بتعملوا ظهارة؟ ايه. انت وين؟ انا وبابا خايفين. ليش؟ عشان نشيل بشار من على الكرسي. الحوري قد زرت وانصدمت العالم ووصلت ارتداداتها الى الاطفال فزرعت لديهم التحدي والاصرار وتآكل الخوف في قلوبهم. كانت معكم سليم عبد الحميد لقناه اورينت نيوز من مدينه فرنبل ادلب.